لكن اليوم سوينا مناشدة الوزير الداخلية قبل أسبوع، وناشدته الحجية بخصوص ابنها كان بالسجين بالشرطة الاتحادية معاقب، وناشدته قالت له أنا أختك أمك واليوم أنت أخوي وأبوي، وناشدته على ابنها الحمد لله وشكر تمت الاستجابة وطلع ابنها ونزله بجازة واستجاب وزير الداخلية. فإحنا نقول له شكرا ونعم الله عليك وجزاك الله ألف خير من فرحت هاي الحجية المسكينة وتدعي لك والله العظيم يلنا وهي بنفسها أدريك تشكر. شكري هي من فرحتها والله ما تعرف حتى تحكي خطية والله حالة الله يطول عمر وانت بعد الدنيا. لا الله يسلمك الشكر إلى هذا قريب يبعد عمر من الله سبحانه الله ان شاء الله عسلام خلاص من يومه الله يسلمك من والناس كفرح لبويك الله يعني. عمر شكرا الى وزير الداخليه وشكرا الى الاستاذ صادق مدير مكه الوزير وشكرا الى قائد شرطه الاتحاديه صالح العامري ممنون منكم ونعم الله عليكم وجزاكم الله الف خير الف شكر وهاي الحديثة تدعيكم ليل ونهار.